يرجع امتى ولا ما فيش؟ ما هو المشكلة بقى والله لسه الكورونا ديت ما يعني طمنكش اقول لك حاجه مش فاهمينها بالتفصيل. والله العظيم كده بجد، يعني مش بجد والله مش فاهمينها. يعني انا يمكن ساعات لما كنت تعبان اصلا انا ما كانش في حاجه ما كنتش حاسس بحاجه خالص والله طبعا يا يعني. كابتن، ما في، انا عمال قاعد وعازل نفسي خالص وبقول لمامتي وبابايا يمشي واختي، ما مش حد مش عايز يمشي، كل شويه قاعدين على الباب يعملوا لي اكل يحطوا لي على حبايب الباب، مش عاوزين، ويدخلوا الاوضه بس كانوا لابسين الكمامات اكيد يعني. اكيد فكل شويه كل يوم يا كابتن كنت بعمل 4 مسحات كل يوم كل يوم كل يوم بالليل فانت بتشتغل حاسس، الصبح. ما اصل انت مش حاسس بحاجه فهعمل مسحه عشان اشوف انا كنت على امل، بس ان السلبيه انا واحده. كنت على امل ان مسحه تطلع سلبيه عشان بس كنت بستعد لمسحه الكاف الكاف اللي يوم طبعا الاربعاء. كانت يوم انا اربعه. قعدت يا كابتن والله من يوم الخميس عملت 2 بالليل، ومن يوم الجمعه لحد يوم الثلاث بالليل كل يوم كل يوم تعمل 4 مسحات 3 مسحات كل يوم، كل يوم بقى من معامل على مختلفه، امل انك معامل تخش مختلفه عشان اشي عشان استمر. كل يوم يا كابتن قاعد مفيش اي حاجه، ولا مثلا هو ليه اعراض يعني، في ناس كتير جالها فبكلمهم في ايه، بطن وجعان، دماغ وجعان، مصدع، مش جسمه سخن همدان، مش عارف بيكح. سخن، انا مفيش اي حاجه وقاعد يا كابتن. ففي اخر بقى بالظبط كان يوم الاثنين فتحت الباب بقى خلاص، يعني قلت هعيش بقى في البيت، انا مش هقعد يعني. انت قبليها خلطت حد وعملت حاجة ولا نزل؟ اي حاجه ولا اي حاجه خالص يعني، ولا انا يعني انا يمكن دايما بلبس الكمامه، يعني دايما بلبس الكمامه مش عشان الماتشات مهمه يعني، ما ينفعش الواحد يبعد في الماتشات دي خالص. طبعا طبعا. فجيت قعدت بقى في المسحه الاخيره يوم الثلاث، اللي عمل لي المسحه بالليل قال لي يعني خلاص انت على امل تكون بكره يا رب ده قبل قبل الكاف، المسحه بتاعت مسحه الكاف. الكاف. وانا بقى اوكي. كابتن بقى يعني كلمت كل دكاتره العالم، كل الدكاتره في العالم كلمتهم، ايه بسرعه يا واد عشان المسحه، انا مش حاسس بحاجه وجسمي سليم عشان بس الحق الماتش. كتير بقى خدت كل حاجه، انت بالنسبه لك الماتش ده كان حياه وموت. يعني الماتش ده بالنسبه لمحمود كهربا كان مختلف، مختلف عن خدت بطولات والله ما كتير كنت بعرف وشاركت. والله يا كابتن، فقول لي احساسك بالنسبه لماتش الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه ده كان ازاي يعني؟ ما كنتش بعرف انام اسبوع، ما مش عارف انام، كل شويه افكر فيه يعني، مش انا مش مستوعب يعني. حتى امبارح بعد ما خدنا الكاس مروح البيت بقول لي يا اختي انت مستوعبه ان احنا لسه واخدين بطوله افريقيا من اسبوع يعني، فات عليها اسبوع، طب ازاي واحنا كنا قعدنا مثلا شهر بالظبط كنا عمالين كل يوم في نفكر، دماغك بقى وضغط عصبي وعلى واليوم علينا بيمر بصعوبة وصعوبه قوي، وانت كابتن داخل ماتش يعني لا قدر الله كان حصل حاجه مثلا غير المكسب، يا لا اله الا الله بعد كان حصل الفاصل بجد. بقى لا نتكلم بالتفصيل والله عن العظيم الموضوع ده. كان حصل ايه يعني. لا بص، هي مباراة مهمة لحاجات كتير جدا يا كهرباء، اولا والله بتلعب كابتن بين الزمالك، مباراة تاريخية، نهائي افريقيا، التاسعة يعني، حاجات كتير حلوه. بس يا بالظبط. كابتن يعني انا يمكن احنا خدنا، انا خدت في اول مره خدت في حياتي الدوري ابطال افريقيا، وخدت كمان مع بيتي، بس والله يمكن تاني يوم دخلنا ولا فرق ولا في اي حاجه والله يعني بجد، عادي متعودين عادي والله خلاص متعودين عليها عادي، واخدين الكاس خلاص وبكره اللي بعد بكره بعده عندنا تمرين اشوف الدنيا فيها ايه، والله العظيم مفيش اي فرحة حاجه عادي. معتادة. ما هو خلاص بقى. احنا زي ما بقول لك في النادي الاهلي كلنا كلنا واحد، النادي الاهلي هو النجم يعني، حتى كلنا كده بنفرح النادي الاهلي هو اللي بيفرح، لكن مفيش لعيب مفيش حد مثلا نجم، لا النادي الاهلي هو النجم، دي احلى حاجه يعني بصراحه.